أخبار اليوم. بنلتقي بالنجمة الجميلة نهلة سلامة وهي بتدلي في صوتها في آخر يوم من أيام انتخابات البرلمانية في مرحلة الإعادة. أهلا بيكي يا نهلة. أهلا بيكي. منورة طبعا. وانتي يعني كان قبل الساعات الأولى قبل الساعات الأخيرة من إغلاق الصناديق انتي أصريتي انك تدلي بصوتك. كلمينا عن الحافز وان انتي لازم تبقي كمرأة وكفنانة تبقي مشاركة في العملية الانتخابية. بالضبط، لأن المشاركة هي التجربة، والتجربة ان انا بجرب ادي صوتي، وده لازم يعمله كل مواطن. ومتهيألي ان هي دي الديمقراطية، انك تقول صوتك حتى لو مش عاجبك. يعني ممكن يكون مش عاجبك ولا ده ولا ده، بس برضو تدي صوتك للأصلح اللي هيفيدك، اللي هيكون بيعبر عنك في البرلمان. يعني إيه، انت على اي اساس اديتي صوتك لمرشحك؟ يعني كنت عايزه منه ايه؟ يعني كنت عاوزة منه ان هو يهتم بمنطقة الزمالك طبعا، والمنطقة يعني كلها، ويشوف الحاجات الكافيهات اللي فتحت والشوارع اللي مكسرة والدنيا اللي شوية يعني مش متزبطة. كل الحاجات دي طبعا لازم تكون في اهتماماته، بلس كمان ان يبقى فيه يعني قوانين تخدم البلد وتخدم المواطن بشكل عام. فإن هو يكون ده الصوت اللي يعبر عننا. يعني تعليقك إيه في مشاركة المرأة وإن هي دايما بتحوز على النسبة الأعلى من الرجال في التصويت والعمليات الانتخابية؟ هم ستات، هم يعني مش عارفه اقول ايه، ستات هم رجاله دلوقتي ولا اعمل ايه؟ بس فخورين ان احنا ايجابيين، وان احنا بنشارك، وان احنا بيهمنا مصلحه بلدنا، وان احنا بنخاف على بلدنا، وبننزل في كل مكان وفي اي وقت نقدر نفيد فيه بلدنا. فدي ظهر بقى في الدم. يعني انا يعني شوفي كان ورايا 100,000 حاجة، بس برضو اثرت ان انا اجي. احنا النهاردة والاستحقاق الثالث والانتخابات البرلمانية، شايفة ايه خريطة مصر المستقبلية والخطة لمستقبل مصر القادم؟ انا متفائلة جدا، وشايفة ان شاء الله المستقبل هيكون جميل، بس الناس تشتغل يعني تشوف نفسها وتزبط حياتها وتزبط دنيتها وتفكر في بكرة في مستقبل ولادها، وتشتغل اكتر من كده بكتير. بس انا متفائله وحاسه ان مصر بكره احسن باذن الله. تقولي برضو ردا على الاعتداء الاخير اللي بيحصل واعمال العنف والاحداث اللي احنا بنمر بيها مؤخرا سواء مصر او الوطن العربي؟ هقول ان احنا مصريين مالناش حل، وان شاء الله مصر ربنا حافظها، ودايما جيشنا وشرطتنا منوره ومنورين بيهم كمان، ربنا يحفظهم ويخليهم لنا، مش محسين باي ارهاب. الارهاب بالنسبه لنا ده ولا اي حاجه، بنشوف المصريين يعني ما بيهمهمش الكلام ده ولا قنابل ولا الكلام الفاضي ده. قويين برضو، عندنا شجاعه، وعندنا يعني ما بنخافش غير من اللي خلقنا، فما اعتقدش ان اي ارهاب هيهزمنا. ان شاء الله مصر هتنتصر باذن الله. واحنا معاكي ننتهز الفرصه نهله بقى تقول لنا تصريح، ايه اخبارك الجديده الفنيه؟ يعني ان شاء الله يعني باذن الله المفروض في فيلم، بس مش عايزه اقول عليه اي حاجه. بالظبط، انا نفسي ان شاء الله ارجع للسينما، بتكون بدايه قويه ليا، فيعني ده اللي مأخرني شوية في السينما دلوقتي. وإن شاء الله هعمل لكم مفاجأة إنها تكون فيلم حلو ويكون دور حلو جدا ليا، والناس يعني تنبسط بإن أنا راجعة تاني السينما إن شاء الله. أكيد طبعا، إحنا مبسوطين بيكي كمرأة ومصرية وكفنانة مصرية، إحنا فخورين بيكي كبتدلي بصوتك وبتشاركي بأعمال إحنا بنستمتع بيها. شكرا بيكي، ميرسي قوي قوي، وإن شاء الله ربنا يوفق مصر بإذن الله.